ودعوني أرحب بزميلي صوت الدوحة الشجي هناك سعد بن مطلع العتيبي ليتابع هذا الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وباسمه نستعين. مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم مع انطلاقات يوم الكؤوس، نحييكم في موعد للتحدي، نحييكم هنا في المرموم وفي شوط البندقية الذهبية الخاصة بالثنايا القعدان الأصائل لمسافة 8 كيلومترات. هو شوط البندقية الذهبية، إذن هو تحدي من نوع خاص، هو شوط أعلن من خلاله عن إقلاع 11 اسما تبحث عن هذا الرمز وتبحث عن هذه البندقية الذهبية، بندقية المرموم 2011. الباز أو الشامخ ينطلق في هذا التحدي، هناك رشيد وعجلان، ظبيان وهجام، خوف وصوغان، مدلل والسنيار ومهاجر، 10 أسماء أعلن عن حضورها وعن تواجدها في شوط البندقية الذهبية. ننطلق معا مشاهدينا الكرام لكتابة التاريخ معا. كتب قبل قليل فصل من التاريخ، وكتب التاريخ عن مزنة التي أضافت إلى الكؤوس كأسا سجل باسمها ليبقى في الذاكرة ولينقش بأحرف من ذهب. ننطلق الآن مع هذه المنافسة التاريخية ومع هذا الحدث التاريخي ليكون الموعد هنا مشاهدينا الكرام مع منافسة من نوع خاص. أنطلق بحضراتكم مع من أعلن الهجرة المبكرة للبندقية الذهبية، هنا مهاجر وهاجر مهاجر نحو مقدمة هذا الشوط، محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي يعلن الهجرة وينطلق مع هذا التحدي المثير. ننطلق مع المركز الثاني، السنيار هو من يحتل المركز الثاني، وتعود ملكية السنيار لراشد بن محمد بن راشد بن غدير، هو من يدفع بالسنيار في هذا المعترك الأصيل. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع الشامخ من يشمخ في ثالث المراكز، عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي هو من ينطلق في ثالث المراكز. أتابع المركز الرابع، رشيد، كم أنت رائعا يا هذا الرشيد، ينطلق في المركز الرابع قادم بترشيحات قوية، شأنه كشأن الأسماء 10 التي تنطلق وتحلق هنا في فضاءات المرموم. إذا الرشيد على المركز الرابع يحمل الشعار السعودي اللامع، شعار سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، ويقود محمد بن علي بن قريح في التضمير. ناخذ المركز الخامس، نتابع حجام من يواصل هجماته المتكررة على هذه المراكز المتقدمة، وينطلق حجام مع شعار بن كليب، سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي هو من يتواجد مع حجام على خامس الأرقام. ها هي النتيجة أيضا للمراكز الخمسة الأولى في انطلاقة البندقية الذهبية. الله، إذا انطلاقة نحو هذه البندقية، انطلاقة لكتابة التاريخ، وكأني بالتاريخ رجل يحمل هناك كشوفاته وسجلاته بعد خط النهاية ليكتب عن اسم بطل في كشوفاته وسجلاته. إذا هناك مهاجر يحتل المركز الأول، وينطلق مهاجر لمحمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي. الله يا مهاجر، ينطلق مشاهدينا الكرام ويعلن عن حضوره ويجدد مشاهدينا الكرام نهجا كان يسير عليه أباه
مهاجر، نعم نعم مهاجر، أبوه اسمه مهاجر، ويسير على خطى مهاجر، يسير على خطاه ويطمح إلى تحقيق ما حققه مهاجر. الله يا مهاجر ويا بن قاشور. السنيار على المركز الثاني، وبن غدير الذي وعدني بتقديم مفاجأة في هذا اليوم، ها هو ينطلق مع السنيار ويحتل المركز الثاني. راشد بن محمد بن راشد بن غدير الذي يتكيف شعاره مع تكيف أجواء المنافسة، هذه المنافسة العاصفة، هذه المنافسة القوية. المركز الثالث، نتابع من يتواجد ومن يحتل المركز الثالث. الشامخ ما زال شامخا على ثالث المراكز، عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي هو من ينطلق مع الشامخ في المركز الثالث، وهو مدرك تماما إلى أن مركز الشموخ هو المركز الأول ولا سواه. أتابع المركز الرابع، رشيد هو من ينطلق، هو من يتواجد في المركز الرابع لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين. ينطلق إذن ضيف قادم من المملكة العربية السعودية، نحييه في المرموم، نحييه في ديار آل مكتوم. أتواصل مع خامس المراكز، ننطلق مع من يتواجد في المركز الخامس، هو هجام سالم بن سيف بن علي بن كليب، هو من يواصل هجماته وغاراته على هذه الأسماء ويحاول أن يقترب من تحقيق الحلم الذي يراوده ويراود بن كليب ويراود الجميع. 8 كيلومترات، مسافة تتطلب التكتيك المناسب وتتطلب أيضا قراءة سليمة لكل متر من هذه الأمتار. أعود مرة أخرى إلى هذه الهجرة، إلى هجرة مهاجر. الله، وإلى وين الهجرة؟ على وين يا مهاجر؟ يا سلام يا سلام. مهاجر إذن يقود السرب مشاهدينا الكرام، وينطلق انطلاقة ممتازة منذ أن أعطيت إشارة الانطلاق، إشارة التحدي. هو موجود على مركز التحدي، يقدم نفسه، ها هنا أنا، ها هنا أنا، ها أنا مهاجر، أواصل هجرتي نحو البندقية الذهبية. مهاجر إذن، محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي ينطلق في شوط البندقية الذهبية. يا سلام يا سلام يا سلام. الشامخ اقترب من مركز الشموخ، انطلق الشامخ في ثاني المراكز، عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي ورشيد يأتي الآن. رشيد يقترب من المركز الثالث الآن بعد أن كان في رابع المراكز، ها هو يحث الخطى قدما نحو البندقية الذهبية. رشيد إذن لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، ينطلق بشعاره المميز، بالشعار الذي صنع لنفسه المكانة المرموقة رقم قصر وجوده وعمره في عالم الأصالة، إلا أنه بات واحدا من أهم الشعارات. ينطلق إذن رشيد لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين. السنيار، الأنظار كل الأنظار تراقب السنيار وما يقدمه في هذا المشوار. السنيار إذن لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، ينطلق بشعار مغثة، بشعار مغثة، بشعار القيروان، بشعار التبر، بشعار الأسماء الرنانة، بشعار تم. الله يا السنيار، على المركز الرابع الآن لراشد بن محمد بن راشد بن غدير، وهجوم بخطة 4-3-3 من المدرب بن كليب. وصل الكوتش الآن، وانطلق الآن هجام في المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لسالم بن سيف بن علي بن كليب الكتبي الذي ينطلق مع هجام في المركز الخامس. أرى الأسماء أيضا بدأت تقترب، بدأت تقترب، أراها بالعين المجردة. الكل هنا يطمح إلى البندقية الذهبية. الله يا البندقية، الله لمن التاريخ في هذا اليوم التاريخي. هناك فصل سيكتب وهناك اسم سيكتب أيضا في التاريخ، في التاريخ. الله الله الله، ما زال مهاجر على المركز الأول. مهاجر يقود، يقود المشاركين، يقود هذا الشوط خير قيادة نحو تحقيق البندقية الذهبية بقيادة مشاهدينا الكرام محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي. هجم هجام الآن، هجام يا
يهجم على مقدمة هذا الشوط. واحد من أقوى المرشحين ينطلق الآن ويغير الأمور لمصلحته. هجام هجم هجام انطلق هجام. يا سلام يا هجام. الله الله الله. سالم بسيف بن علي بن كليب الكتبي مع هجام في المركز الأول. مهاجر على المركز الثاني محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي. المركز الثالث رشيد. وبدأت وتيرة المنافسة تشتد وتزيد من سخونتها. وانطلق السنيار مرة أخرى. الله 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 الله. ابن غراب يقول سلم من الحين. عادنا يا ابن غراب تونا يا أخوي يا أخوي تونا. البندقية الذهبية لم تحسم بعد. نعم تقدم هجام ولكن الأمور لم تحسم. الأمور لم تحسم. الله 1800 متر وانطلق هجام. انطلق هجام وهجم هجام. ويا سلام عليك يا هجام. البندقية الذهبية في الانتظار. الله الله الله. سالم بسيب بن علي بن كليب إذن ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني رشيد. اتحرك رشيد في المركز الثاني لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين. السنيار أيضا ينطلق. يا بوي السنيار السنيار انطلق في المركز الثالث للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير. وفي المركز الرابع مهاجر. وفي المركز الخامس انطلق مشاهدين الكرام أيضا ظبيان للسيد علي بن محمد بن سعيد النابت المري. ولكن هجام. الله الله الله. إن سألت عن موقعنا 1200 1200 يا بن كليب إن أردت البندقية حافظ على هذا الأداء. هجام في المقدمة ولكن السنيار قادم يا بن كليب. وهناك رشيد وهناك ظبيان أيضا. البندقية الذهبية في الانتظار. الذهب في الانتظار. البندقية يا بن كليب. الكيلو الأخير. كيلو أكون أو لا أكون. الله 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 الله. إذن هنا هنا هجام على المركز الأول يتحدث مشاهدينا الكرام عن حضور شعار بن كليب. شعار بن كليب ولكن المركز الثاني. يا سلام. ووصله للشحانية مع ظبيان لعلي بن محمد بن سعيد النابت. وفي المركز الثالث السنيار يقترب مشاهدينا الكرام يقترب من نجاح المشوار. السنيار مع بن غدير. بن غدير مع السنيار. ظبيان على المركز الثاني. ظبيان مع علي بن محمد بن سعيد النابت. ولكن تحرك السنيار. السنيار يتحرك وظبيان يتحرك وهجام على المقدمة. ولكن المقدمة خطفت الآن. خطفت المقدمة. غيرت الأمور. السنيار السنيار. الله الله الله. الله بن غدير. بن غدير إذن راشد بن محمد بن راشد بن غدير يقترب من تحقيق البندقية الذهبية. يقترب من إهداء السلامات من إهداء السلامات إلى مدينة دبي. ولكن ظبيان ظبيان على المركز الثاني. علي بن محمد بن سعيد النابت. ولكن هالمرغم هالمرغم يواصلون يواصلون تحقيق النجاحات يواصلون كسب الإنجازات. الله 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 الله. السنيار إذن مشاهدينا الكرام على المركز الأول. البندقية الذهبية. سلام مرغم. سلام سلام على هذا التحدي. سلام على أداء السنيار الذي واصل نجاح المشوار بحثا عن البندقية الذهبية. وها هو يأخذه الاشتياق إلى معانقة الإنجاز إلى معانقة البندقية الذهبية. تهانينا إذن لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الذي توقع المشاركة المميزة. وبالفعل ها هي المشاركة المميزة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير. سلام سلام عليكم يا هالمرغم. المركز الثاني ظبيان لعلي بن محمد بن سعيد النابت. المركز الثالث هجام لسالم بسيب بن علي بن كليب. المركز الرابع كان من نصيب مدلل لجابر بن مخيزيم المري. وفي المركز الخامس خوف لجوعان بن حمد الشامسي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هكذا إذن حسم الموقف لصالح السنيار. السنيار الذي نجح مشاهدينا الكرام في أصعب اختبار وحقق هذه البندقية الذهبية. 13 دقيقة بدون أي ثانية وبأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا إذن للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدي الكتبي على انتزاع السنيار للبندقية الذهبية التي كتبت باسمه والتاريخ إذن